ده شكل التربون بعد ما خلصناه اهو. انا مش لازقاهم عشان ايه، لسه ما مثبتش جو الشكل. ممكن نحط وردة هنا، اي لون اي شكل يعني. انتوا راحتكم تقدروا تعملوهم وردتين صغيرين زي ما وريتكم في الوردة دي مثلا. في الوردة ديت لما عملناها نقدر نحط وردة كمان يعني كده مثلا. يعني انتوا راحتكم وانتوا وذوقكم. وطبعا كل الخيط ده هيتشال وده هيتدرب الشمع، يعني انتوا راحتكم والستايل اللي انتوا عايزينه. طبعا ادي اول تربون، ده شكل اهو. تاني شكل ابو فيونكة، بتمنى تعملوا لايك بقى للفيديو. انهي فيديو مش عارفة انهي فيديو. تالت شكل التربون ابو شريطة من غير فيونكة.